هل صحيح بأن قضاء الصلاة لا تصلى السنة فيه؟ القضاء إنما يجب للفرائض، أما النوافل إنها لا تقضى إذا فاتت، إلا ما ورد الدليل بأنه يقضى، مثل قيام الليل إذا انشغل عنه الإنسان أو نام عنه، فإنه يستحب أن يقضيه من النهار فيما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر أو إلى قبيل دخول وقت الظهر، يستحب أن يقضيه مشفوعا لا وترا. نعم، جزاكم الله خيرا. متى يقضي الإنسان شيخ صالح ما فاته من الصلاة؟ وإلا أيضا تابع للجواب الأول، طيب. نافلة الفجر التي قبلها. نعم. إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر في بعض الأحيان، نعم، غلبه النوم ولم يستيقظ إلا النهار، فإنه يقضي صلاة الفجر ويقضي قبلها راتبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا يقضى من النوافل صلاة الليل إذا كان للإنسان صلاة في الليل، وتقضى أيضا راتبة ما قبل صلاة الفجر. أي نعم. هذه التي تقضى، هذا التي جاء بها الدليل. بارك الله.